كي عيش حت مازير تسنت أكو ده نحماز نت مازير ت ميد نورا سقرا تروان سن حكم ن أرتينين بشاد صدي فرخين ديما نرس كارنت الشغل دريت على قرا نكوني غير كان حت مازير ملي حنوشكا غير انتهلت سماس المدينة صافي نزرا ميد نرى ارتفاغ نرى قرا نرى تعلم ايوا الحمد لله بعدا كاين اللي حنا الجمعيات هذا ساعد نتاع بزاف من شكنا الحوايج ورتنس غير الحمد لله تنس كل شيء حتى بالنسبة بزاف نتروان حين فايح بزاف حتى القضية نتروان حرت نطوي غير السبيطار وشون احتجت باش السون تيني كرام لي ارتقرت بعدا تطبيب تماني حتى الله ارتقرت بعدا غير بالنسبة نتروان حتى مزيان المدارس ارتفتو تسلم دراسة عوض يدلي باش تفتتي تنيتي كراني المنزة القسم محل المدير محل الإدارة محل غير دارت فتوت ارتقرت واخا ارتهجت ولكن بعدا كاين مزيان ارتيدي اركي حتيدي تشوش كيف ارتقرت ارتهجت اركي سميتو تكشم ديس ماشي زود من غادي زرينر زوان تقرتي بنادم محل غيد محل غيد بزاف لا ما شكنا اتني الصربح ربي في البداية تكون التوعية للمرأة والتواصل تنحاولوا نقربوا بعدا من ديك المرأة ونتواصلوا معها ونشجعوها انها تستمر في هذا راه ماشي سهل تخرج المرأة من من من, من واحد الروتين يومي اللي كان عندها وتجيبها للمركز ديال الجمعية وتشجعها انها واحد المرأة اللي ما عمرها قاست ستيل وما عمرها حلات الدفتر ما عمرها عرفت الكتاب. اولا تتعطي واحد الثقة في النفس ديالها وتتوعيها بالأهمية ديال هذه الخطوة اللي قامت بها، ان هذه خطوه جريئه انها جات انها باش تتعلم تكتب وتعلم تقرا. في الاول تتلقى صعوبه المراه بحكم انها اميه حياتها كامله، ولكن من بعد تتندمج تتوعى تتنور العقل ديالها تتحفظ معنا القران تتعلم تتكون حصه الحرف. هذوك الحرف حنايا تنتعمدوا اننا نعلموها لهم باش تخرج تتعرف تقرا وتكتب وتكسب القوت اليومي ديالها وتكون عندها واحد الاستقلاليه ماديه، تتحفظ القران تتعلم الصلاه تتعلم العباده ديالها تنعطيوها تنوعيوها في المجتمع تنعلموها في اطار هذا البرنامج الا مشات لشي اداره كيفاش تطالب حق ديالها كيفاش تجيب اوراقها كيفاش تدي وليداتها للطبيب تراقب الصحه ديالهم كيفاش تكسب القوت اليومي ديالها كيفاش تعامل في المجتمع تتحيد لان اغلبيه تيجيو مساكن فيهم واحد الخجل فيهم واحد الحياء لم مشاو ما تعرفوش يتعاملوا خارج البيت ديالهم ان هي ديك المراه سد عليها في واحد القوقعه عند البيت ديالها. حنا تنحاولوا نخرجوها من هذيك القوقعه انها تعامل في المجتمع تكون عضو فاعل في المجتمع ديالها تفيد نفسها وتفيد وليداتها. بالنسبه للبرنامج ديال محو الاميه حنا كنشتغلوا في هذا المجال منذ 2015 الى يومنا هذا. فعلا هو برنامج اعطى الاكل ديالو واستفد منه واحد العدد كبير من النساء وعدد كبير من الرجال، وكان العدد ديال النساء فعلا هو الاكبر لان النساء كيلتجؤوا بزاف المقرات وكيحاولوا انهم يعطوا الوقت ديالهم باش يستافدوا كيخصصوا واحد الوقت للاستفاده. وبالنسبه للبرنامج هو ناجح، كاينين مؤطرات الحمد لله في المستوى، كاينين مؤطرات مجازات، كاينين مؤطرات عندهم مستوى وعندهم تجربه عاليه وقديمه يعني كي يتعاملوا مع المستفيدات بواحد الطريقه جيده، يعني كيحاولوا انهم يوصلوا لهم على حسب الامكانيات ديالهم. وبالنسبه للبرنامج كاين حتى التعليم الحرفي اللي هو كيكون موازي لمحاربه الاميه. النجاح هو ان حاولنا ان نديروا حملات تحسيسيه منذ البدايه باش ان المراه تخرج من الروتين ديالها وتجي المقرات وتستافد من هذا البرنامج وتعلم حرفه وتعلم صنعه اللي غادي تفيدها في حياتها وغادي تخرج منها لقمه العيش ديالها. الحمد لله وصلنا لواحد المستوى جيد جدا. وكذلك كاين حتى برنامج ديال الطبخ اللي كاينين مختصين في هذا المجال اللي كيجوا للمقرات وكيعطوا ما عندهم للمستفيدات. بالنسبه للكتب فالوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه هي كتكلف
بجميع الكتب، كتغطي جميع الكتب ديال المستفيدين، وبالنسبه للدفاتير والاقلام وداك الشيء والالواح كتكلف بهم الجمعيه. الجمعيه عندها الانخراطات وعندها مساعدات خارجيه، يعني بالنسبه وكاين دعم ديال محاربه الاميه، كاين حتى هو كيدعمونا بواحد، بالنسبه للمؤثرات كاين عندهم واحد الدخل، وبالنسبه للجمعيه عندها واحد الدخل حتى هي. بالنسبه للمشكل والاكراهات اللي كان واجهوها، كانت عندنا الامور غاديه مزيان، يعني كنا كناخذوا مراكز في المؤسسات التعليميه، بحكم ان اغلب النساء كيكونوا ولادهم كيقراو في المؤسسات، كد كيمشي الدري كيقرا في القسم، وحتى الام كتمشي كتقرا في نفس المؤسسه اللي كيقراو فيها ولادها، يعني حتى بالنسبه لها كنقربوا لها يعني كنقربوا لها المركز. ولكن منذ كورونا الى يومنا هذا كاينين بعض الاكراهات اللي كنواجهوها، هو ان تقريبا المدارس واش كاين الاكتداد ولا، المهم ما كنخدموش باقي في المدارس، يعني كناخذوا المقرات باش ما نقطعوش هذا النوع من التعلم، لانه مهم جدا بالنسبه للنساء، وعندنا نساء مستفيدات اللي كيلتجؤوا لنا باش يستافدوا من هذا البرنامج، وما نقدروش نحرموهم نهائيا. كنضطروا اننا ناخذوا مقرات وكنكملوا بالنسبه للبرنامج، كنكملوه يعني كنطلبوا من السلطات المحليه انها تساعدنا وتدعمنا بفتح المراكز يعني ديال الجماعات، وكذلك المديريه الاقليميه حتى هي تعاون معنا باش تعطينا تراخيص داخل المؤسسات التعليميه باش تسهل علينا الماموريه ديال البرنامج وتساعدنا من ديك الناحيه ديال المراكز.